الطيبة التي دائما ما تفيض بالخير والتي دائما ما تنجب رجالا ينتمون إلى هذا الوطن، والتي دائما ما لا يتوقف أبدا الانتماء الخاص برجال الشرطة المصرية وأبناء هذا الوطن. وبالتالي نحن اليوم نحتفل جميعا كمصريين بالذكرى 71 للشرطة المصرية. يشرفنا في هذا اللقاء أن تكون معنا الدكتورة منى ذو الفقار المحامية وابنة الفنان والمعلم والأستاذ وضابط الشرطة الراحل صلاح ذو الفقار. أهلا بحضرتك دكتورة منى. أهلا بك. أهلا بك. إن شاء الله النهاردة سيتم تكريم حضرتك من قبل السيد الرئيس. هيتم تكريم الوالد، هيتم تكريم صلاح ذو الفقار، أنا هنا بصفتي بنته. التكريم اللي بيحدث من قبل السيد الرئيس، حضرتك شايفة المعنى الخاص به إيه؟ يعني هي رجال الشرطة المصرية دائما ما يقدمون الكثير من البطولات والكثير من الخدمات الجليلة لهذا الوطن، والتكريم حضرتك بتشوفي معناه وأثره إيه؟ أنا سعيدة جدا أنه السنة دي بيتم تكريم أبطال الشرطة. البطولات اللي بيقوموا بيها ضباط الشرطة واللي ليا الشرف أن والدي منهم، بطولات كبيرة جدا ومهمة جدا وفي مراحل مختلفة من تاريخ مصر. فوالدي مثلا صلاح ذو الفقار تطوع قبل معركة الإسماعيلية ونقل نفسه من كلية الشرطة كمدرس إلى الإسماعيلية عشان يشارك في المقاومة ويشارك وبالتالي يشارك في معركة الإسماعيلية وكان من أبطالها. أنا شخصيا ما أعرفش التفاصيل اللي حصلت، لكن اهتمام وزارة الداخلية أنها توثق البطولات وتكرم كل الأبطال الموجودين وحتى اللي رحلوا، دي ده شيء جميل وكريم، ويعني زي ما بنقول يعني يشجع كل الأجيال أنها كمان تكمل تبقى أبطال. وزي حضرتك بتشوفي انه الاجيال المتعاقبه من ابطالنا من رجال الشرطه مستمرين بالفعل في التاكيد على هذا الانتماء للوطن من خلال الخدمات المختلفه اللي بيقدموها سواء امنيا لحمايه الوطن وايضا الخدمات الجماهيريه للمواطنين. بدون شك خدمات متنوعه وكبيره، ودلوقتي بقيتي على الكمبيوتر تطلعي كل الورق والشهادات وبيسهلوا وييسروا، لكن كمان بيضحوا بحياتهم كل يوم. يعني احنا ما نقدرش ننسى انه في شهداء للشرطة طول الوقت وهم بيقاوموا الارهاب وهم بيدافعوا عن امن الوطن وامن المواطن. انا بشكر حضرتك دكتورة منى ذو الفقار، شكرا جزيلا والف مبروك على تكريم الراحل صلاح ذو الفقار. شكرا جزيلا لحضرتك. الف شكر. كل سنة وانتم طيبين. كل سنة وحضرتك طيبة، وكل سنة وكل مصر طيبة، كل عام وكلنا المصريين طيبين في هذه الذكرى 71 للشرطة المصرية، مقدمين كل التحية وكل التقدير لأبطالنا عيون مصر الساهرة دائما على أمننا وأماننا.